بروفيسور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نطرقوا اليوم كيف ما قلت لموضوع الهبه والصدقه اللي كينظمها القانون المتعلق بمدونه الحقوق العينيه. شنو المعنى المبسط ديال الهبه استاذ؟ انا بغيت نعرفك تديري معايا كتكوني اختراف داكشي ديال لاباتيسري وعاوتاني كتكوني في موضوع اخر ديال داكشي قلبي عاوتاني صافي باش نجي عندك تنسى لاباتيس تنسى داك الموضوع تندخل للقانون. وملي كتدخلي كتدخلي معولد يعني طبعا تيكون قبل ذلك تنكون موجده انا في دماغي دونك عارفه بان كاينه الهبه وتوجد راسي الهبه. الله يكبر بك على المهنيه ديالك وعلى الله يكبر بك الخبره ديالك. الله يكبر بك استاذ. هنيئا لك وهنيئا لنا بك. الله يجازيك بخير. شكرا. اذا استاذ كيف ما قلنا غنتكلموا على الهبه والصدقه، شنو الاطار القانوني ديالهم عندنا في المغرب؟ وسبق لنا هضرنا على الهبه والصدقه، ولكن دائما تيكون شي امور اللي مستجدات او ما كنكونوش لمينا بالموضوع كامل لان الوقت ما تيكونش كافي باش نتكلم في كل شيء. لكن الهبه كما كان الحال عندها واحد الامور اللي خصنا نكونوا فيها واضحين. اولا اللي غيعطي الهبه تسمى سميتو الواهب خصو يكون عنده الاهليه، يعني عنده 18 عام الفوق. ثانيا خصو يكون بكامل قواه العقليه والجسديه. الموهوب له ماشي شرط فيه يكون الاهليه، يمكن يكون غير مؤهل مالك للاهليه وبالتالي النائب الشرعي ديالو ينوب عليه في الهبه. مزيان. الهبه خصها تكون بعقد رسمي. ما معنى عقد رسمي؟ رسمي يعني عند المحامي ولا لا عند الموثق موثق او العدول او لا ما كاينش المحامي لا. حيث العقد ديال المحامي هو عقد عرفي اللي عنده واحد التاريخ ثابت ولكن تسمى عقد عرفي. جوج اللي كيديروا عقود رسميه المحامي الموثق والعدول. صافي هذا عقود رسميه. المحامي كيدير عقد عرفي. اذن الهبه خص لازم يكون دايرها اما الموثق او العدول. واضح. صافي. الهبه ملي كنعطيها لشي واحد كنعطيها له باش نتقرب منه باش نرضى عليه باش يرضى عليا، تعبير على الحب ديالي ليه، القرب ديالي من ليه الى اخره. هذه باش كيدير تيكون الحب بالناس يعطيو الهبه، ولكن ماشي كلشي كيكون فاهم بحال فهاد الشيء هذا. اذا اما الصدقه فهي من اجل التقرب الى الله. اذا ملي كنعطي للعبد ممكن لي نرجع، ولكن ملي كنعطي لله لا رجعت من اجل التقرب لله ما كاينش الرجوع. ممكنش يعني هذا تعني بان الهبه نقدر نرجعها في المغرب. الاعتصار والاعتصار هو الرجوع في الهبه. سميت كلمه الاعتصار بالفرنسيه لا ريتراكتاسيون. الاعتصار ما كاينش في الصدقه. حيت ملي كنعطي لشي واحد لوجه الله ما يمكنليش نعطي شي حاجه لوجه الله ونرجع فيها. صافي ما كاينش الاعتصار. هنا كاين عندي تضارب في الراس ديالي. تفضلي. في الدماغ ديالي، لان كنتي قلتي واحد العقار لنفترض ان الهبه كانت على شكل عقار هبتيها ليا انايا حفظتها ولات بسميتي تقدر تمارس حق الاعتصار وتسترجعها؟ طبعا انا هي في سميت من كانت في سميتي ولكن انا حفظتها حيت كنتي قلتي فاش تدخل تحفيظ بسميتك صافي راه ديالك وانا عندي هذاك الدوبليكاتا يعني هذاك العقار بسميتي انا. تبارك الله عليك واحد الذكاء ما شاء الله. تبعي معايا حتى في الماضي فعلا تكلمت على اثر التطهير. يعني ملي كيخرج من الرسم العقاري. ولكن بالنسبه للعقار الهبه في هذا الاستثناء علاش؟ حيت ملي جا المشرع وقال يجوز الاعتصار وحدد الحالات اللي فيهم اعتصار اي الرجوع ما لقيناش في هذه الحالات اللي هي على سبيل الحصر عقار محفظ اثر التطهير. العقار اللي كان غير محفظ واصبح محفظا باسمي ومن طرفي الموهوب له. ولا لا كنت كنحفظ وعاود تحفظ بسميتي. يجوز الاعتصار في كل الحالات يجوز الاعتصار الا الحالات اللي يعني فين كيكونوا الاعتصار نعرف لك فوقاش يجوز الاعتصار ونعطيك الحالات اللي فيهم ممنوع الاعتصار. كاين حالات ممنوع الاعتصار طبعا. اولا الشرط الاول اللي هو الشكلي خصها يكون شرط مكتوب في العقد انه يجوز الاعتصار. شرط في العقد فصل من الفصول او بند من البنود اللي كاين في العقد انه يجوز للواهب ان يرجع عن هبته او لا. في هبته خص الشرط يكون لما كانت لا خصو يكون الا ما كانش ما يمكنش دير الرجوع. الحالة الثانية أو الحالة الأولى والثانية اللي يجوز فيها الاعتصار يعني رجع في الهبة ديالي ورد رزقي هي من الأب أو الأم كيعطي لولده. نعطي لولدي ولا لبنتي
ومع ذلك تكون مكتوبه بانها خاصها تكون مكتوبه. واضح هذاك الشرط ما نتكلموش عليه، الشرط لازم يكون في العقد. اذا عطيت ولدي وبنتي يجوز لي نرد داكشي اللي عطيت لولدي وبنتي هبه نرجع فيها. يعني الا بغيت انا نعطي الهبه وما بغيتش نرجع فيها ما غاديش نكتب هذاك الشرط الاعتصار. ايه واضح. الحاله الثانيه التي يجوز فيها الاعتصار هو ملي كل انسان ما بقاش قادر ينفق على نفسه. يعني واش سعي سعي ومرته تصدق تصدق، هو ما عندوش باش يوكل راسه باش يشري دواء باش يخلص كراته باش يعيش وغادي توهب. إذن هذه الحاله يجوز فيها ايضا الاعتصار. يعني صبحتي غير قادر على الانفاق عن نفسك او من انت ملزم بالنفقه عليه. وهنا غادي نفكرك مثلا في الوليدات، ملي كاين الراجل كيطلق المراه او المراه كتطلق الراجل كينوض الراجل تيقول لك انا باش ما تبقى عندي ما دير لي ما تفعل لي ما ترك لي غادي نوهب، وانت النفقه ما كتخلصهاش. ان هما ملزم انت ملزم بالنفقه عن ابنائك فلا فيجوز الاعتصار في حاله اللي كتعطي عقار كتوهب عقار وانت ما قادرش تنفق على اولادك. ان غادي يمكن عموما ملي تيكون الانسان بغى يوهب ما خصوش يكون عنده دين يحيط بماله. مثلا عاوتاني نفس الراجل طلق مرته وبغى باش يبيع العسر ديالو هذاك الشيء اللي عنده مثلا وهبو، تيجي تجي المراه تيجي المراه تقول لك هذه الهبه باطله. ممكن باطله، القانون تيقول باطله الهبه، باطله الهبه يعني التي صاحبها يعني يحاط بالدين، ماله يعني هو في حاله عسر وما مخصوص من بزاف د الحوايج وغادي تيوهب. اذا حنا كنعرفوا بان الا وهبتي راه شي حاجه هذه كتهرب من الالتزامات. اذا يمكننا نطلبوا الابطال. هنا الفصل 278 تيقول لك لا تصح الهبه ممن كان الدين محيط بماله. لا تصح غير صحيحه. اذا دابا فهمنا الاعتصار. واضح. ملي كنعطي لولدي ولا لولادي يمكن لي ندير الاعتصار ملي نكون ما قادرش نفق على نفسي او الناس اللي خصني ملزم بالنفقه عليهم ما قدرتش نفق عليهم تيمكن لي نرجع في الهبه. هذو الحالتين. اما الحالات اللي لا يقبل فيها الاعتصار كاين 8 ديال الحالات. 8. اذا كانت الهبه من احد الزوجين للاخر ما دامت رابطه الزوجيه قائمه. اذا ملي كنوهب للزوجه ديالي وحنا مزوجين ما يمكنليش نرجع في الهبه. الا طلقنا اذا كانت الشرط اللي تكلمت عليه الدين محاط بالدين الى اخره. يعني الانفاق غير قادر تنفق على نفسك قادر تمكن لك ترجع هذيك المراه طلقتي انت وياها يمكن لك ترجع في الهبه وتكون مكتوبه في الهبه. لا دائما الشرط خصها تكون دائما الشرط الرجوع في الهبه. فهمتي هذه مزيان؟ فهمت. يعني ملي كنا مزوجين اعطيتك ملي طلقنا ما يمكنليش نرجع نقول لك رد لي الهبه ديالي. لا ممنوع ممنوع الا اذا كنت محاط بالدين وغير قادر انك تنفق على واضح. على على راسك. اذا مات الواهب او الموهوب او الموهوب قبل له قبل الاعتصار اعطيتيني ومتي ما يجوش الورثه يديروا الاعتصار صافي انتهى الامر. ولا مت انا والموهوب له ايضا الى مات ما يمكنش يجي عند الورثه ويقول لهم ردوا لي الاعتصار انتهى الامر. واضحه. بالنسبه لهاد الهبه واحد النقطه انا غادي نرجع لها. اذا مرض الواهب او الموهوب ولا مرضا مخوفا يعني يخشى معه الموت، هذاك المرض ديال فراش الموت اللي كيكون واحد تيموت وكيدير هبه تيقول لك فاذا زال المرض عاد الحق في الاعتصار. اذا انا وهبت لواحد السيد وعندي الحاله ديال الاعتصار عندي الحق ندير الاعتصار ولكن يكون في مرض الموت يعني شويه مرض الموت قالوا لي عندك الكونسير وعندك تشتت الكونسير في الدات ديال كلها ومازالك شهر وانت تعيش اللي غتعيشوا شهر هادشي اللي قالوا الاطباء والموت بيد الله اكيد. اذا فهداك الشهر ما يمكنلكش دير الاعتصار ولكن الا بريتي يمكن لك دير الاعتصار. واضح. هذه الحاله الثالثه. الرابعه اذا تزوج الموهوب له بعد ابرام عقد الهبه ومن اجلها. إذا فوت الموهوب له الملك الموهوب بكامله فإذا اقتصر التفويت على جزء منه جاز للواهب الرجوع في الباقي. إذا فوت أنا وهبت لي شي حاجة بعت نص منها هذاك النص اللي بعته ما يمكنلكش ترجع فيه ولكن النص اللي بقى لي يمكنلك ترده في إطار الاعتصار. إذا تعامل الغير مع الموهوب له تعامل مالي اعتمادا على الهبة.
اذا هادو راه تقنيين شويه معقدين ولكن ماشي هما اللي كنرجعوا لهم. لا بين بين هاد اذا ادخل هذه الموهوب له تغييرات على الملك الموهوب وادت الى زياده مهمه في قيمته. اعطيتيني ارض عاريه رديتها ارض عامره باللبني وعامره بالشجر والفواكه والغله والزيتون وصبحت عالم، خسرت عليها قد القيمه ديالها، ما يمكنلكش تردها. واضح. اذا هلك الموهوب، اذا هلك ملك ملك الموهوب في يد الموهوب له جزئيا جاز الاعتصار في الباقي. اعطيتيني واحد العقار النص ديالو مشى في الزنزان، ارض في السد ديال القطارات يقدر يدير الاعتصار على داكشي اللي ما بقاش حاضر، داكشي اللي بقى يجوز فيه الاعتصار. اذا وشرط اخر في الهبه اللي هو مهم جدا هو ان الموهوب له خصو يقبل. الهبه راه ماشي عقد فردي او انفرادي، انني نعطيك نقول بالفرنسيه سو ني باز ان اكت يونيلاتيرال، ماشي غير انا نعطيك صافي راه الهبه تعطاتك، خصك انت تقبل الهبه. علاش؟ حيت كاين اللي ما يقبلهاش طبعا، ولا كانت فيها مآرب اخرى زي كتسمى الهبه المسمومه، ما عندي ما ندير بها او ما تعطينيش. واخر سؤال، واش هادشي كله تينطبق على الصدقه ولا الصدقه غير خصو ليها؟ لا خصنا نخصو ليها فخر لا ما عندنا ما نخصو ليها الصدقه. هادشي اللي قلنا كله جائز في الصدقه بالنسبه عقار غادي تعطيه صدقه، غير هو اللي ما فيهش هو الاعتصار، ولا حتى الاعتصار في القسم المتعلق بالهبه طويل. وبما ان هذا الاعتصار ما كاينش في الهبه في الصدقه الامور واضحه، فكتعطي الهبه خصنا الاهليه اللي غيتصدق القبول، القبول ديال الصدقه اجي الصدقه هي تتكتب عند الموثق وعند الصدقه فيها اشكال. الصدقه لا الصدقه حتى هي عقد. حتى هي عقد. لا هنا دابا ملي تكلمنا على 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 الصدقه ما تكلمناش على واش العقد رسمي ولا هذاك الشيء تنسولك. لا ما تكلمش فيها المشرع وبالتالي يجوز. يجوز. واضح. شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق، نتلاقاو يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. اللحظه مش نسمعوا حلقه ثانيه. ما غوتش. لا ملي كتكون بعض المواضيع كتعلق بالانسان وبحقوق الانسان والواحد ما كيحش براسو. الصدق تيوصلت هو مادام انت صادق فاش توصلنا. ملي كيكون الموضوع بحال هكا هذا بارد. يعني يمكن نهضروا على الهبه شويه علينا. مفهومة استاذ، شكرا لك على أيين في كل المواقف. شكرا لك على المعلومات القيمة اللي تتلي بها لنا. بقاو معنا مشاهدينا نختموا اللحظة حلقة اليوم صباحية الدوزام مع ضيف مميز وليد عزبيك ضيف ليلى حجيوي فقرة القفطان المغربي. بقاو معنا.